يا ترى ايه اكتر حاجة مهتم بيها محمد رمضان حاليا؟ عندي حيز كبير في حياتي في خدمة بلدي وفي تأدية دوري كفرد في القوات المسلحة، فكان عندي الجيش اهم من شغلي. فالفترة الجاية دي بقى في حاجات عظيمة جدا جدا ان شاء الله. وفي آخر لقائنا معاه كلمنا عن مفاجأة جديدة محضرها مع المطرب المغربي سعد المجرد. هي الأغنية جاهزة وسجلناها بالفعل، ولكن منتظرة خروج سعد براءة عشان نصورها والجمهور يسمعها ويشوفها إن شاء الله. ما ينفعش نتكلم على محمد رمضان وما نتكلمش على المشاكل اللي هي بتحصل يعني بعد كل بوست بينزله على السوشيال ميديا. انا مش حاسه انها مشاكل. مشاكل ليه هو يعني؟ لا مشاكل طبعا، يعني ما هو يعني كان بيتهاجم هجوم مش طبيعي بعد كل بوست، ما وقفوش ده حتى لما كان نازل بوست حتى على عربيته بيوري عربيته. ممكن يكون عشان في الاول كان بيعمل ادوار قريبه من الناس زي ابن البلد وكده، فالناس كانت حاسه ان هو واحد منهم. دلوقتي ممكن مصور دي حاسه الناس بعد عنها شويه. لا هو جمهوره على طول مسنده، بس هو كان حصل انه سلاب كتيره قوي كانوا ضده، ان هو على طول بيقولوا ان هو نمبر 1 بعد كل عمل، هو نمبر 1 اغانيه. بس انا هقول لك حاجه بقى، انا بحب فيه ايه؟ انا بحب ان هو مكمل، اشتغل على طول، مركز، دايما بيعمل حاجات مختلفه، كل اعماله ناجحه. يعني بصي مسلسلاته ناجحه، الافلام، وقت ما كانش فيه مسرحيات خالص كان هو عامل مسرحيه وكانت المسرحيه دي على طول فل، وبدا يغني دلوقتي وعنده اغاني مشهوره جدا. اول ما نزلت على السوشيال ميديا كسرت الدنيا، نمبر 1 فظيعه. لو محمد رمضان عمل حفله انا رايحه.